بنعبر عن سعادتنا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة في أول صلاة في هذا المسجد المبارك مسجد استقلال أندونيسيا الكبير. الحقيقة المشاعر فيضة هنا ونحن نقف في هذا الصرح الإسلامي الكبير مسجد استقلال أندونيسيا ونحتفي بأول صلاة جمعة في هذا المكان. طبعا أنا اليوم سعيد بأن أول يوم في أن أصلي في هذا المسجد الاستقلال الأندونيسي، كما أشكر الأخوة بكوني أنا جارا للمسجد. طبعا أنا مبسوط جدا 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 كتير. أول حاجة المسجد اليوم صار قريب علي، ثاني إشي منظف، وثاني إشي ما شاء الله، وثالث إشي يعني المسجد كبير. أولا أقول شكرا لله تعالى أولا ثم لأهلنا وشعبنا وحكومة أندونيسيا على هذا المسجد والعلم الإسلامي الكبير، وثانيا هنا شعبنا الفلسطيني بعمومه وأهالي معا ومحافظة خان يونس على وجه الخصوص بهذا الصرح الكبير الذي من شأنه بإذن الله تعالى أن يكون مسجدا جامعا وجامعة ومكانا بإذن الله تعالى لإعداد جيل النصر والعودة والتحرير وما ذلك على الله ببعيد. صحيح والله احنا في أول جمعة صحيح كنا مبسوطين كثير في هذا المسجد الجامع الواسع الجميل، في كل شيء، في عمارته، في زخرفه، في اتساعه، في كل شيء. نشكر كل أهل الخير الداعمين وبنقول لهم جزاكم الله خيرا، بورك جهودكم وبوركة الأيدي الطاهرة، ونتمنى لكم أن يطال الله في عمركم وأن نلتقى بكم. طبعا نحن في غزة في فلسطين بأهل أندونيسيا في بحث المسجد الأقصى المبارك، وأن نصلي سويا فاتحين إن شاء الله بإذن الله.